السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الرابع، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم هو نص معلوماتي بعنوان كرة السرعة، ولكن قبل شرح الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. في درس اليوم سوف نتناول درس كرة السرعة بالإضافة إلى جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. نبدأ أولا بحل الأنشطة التمهيدية، ثم قراءة الدرس وشرحه وشرح جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. بيبدأ الدرس عندي بنشاط تمهيدي. نشاط: أرسم دائرة على شكل الألعاب الرياضية التي تعرفها. عندي مجموعة صور لألعاب مختلفة، عايزين نعمل دائرة على أي لعبة أنت تعرفها. الصورة الأولى سباق الدراجات، رسمنا دائرة. الصورة الثانية التنس، الصورة الثالثة السباحة، الصورة الرابعة كرة القدم، الصورة الخامسة كرة السلة. معنى كده ان انا اعرف كل الالعاب دي. نشاط 2 ألف، استنتج معنى الكلمة من السياق واكتبه ثم تأكد من المعجم. الكلمات الجديدة اللي هتجيني في الدرس عايز اعرف معناها. اول كلمة عندي عقدة: يستخدم صديقي حبلا بنهايته عقدة قوية في تسلق الجبال. يبقى عقدة معناها ربطة. متينة: بني البيت على أسس متينة قوية. تتأرجح: تحب هبة الذهاب إلى الملاهي لتتأرجح مع صديقاتها. تتأرجح تتحرك. متدلية: ربط أخي الكرة بحبل وجعلها متدلية هابطة أو نازلة. للتلف: يتعرض الطعام المكشوف دائما للتلف. يبقى التلف معناها الفساد. براءة اختراع: منحتني الدولة براءة اختراع في الطاقة النووية. براءة اختراع معناها اعتراف رسمي لصاحب الاختراع. لاقت موهبتي في الرسم استحسان الحاضرين. لاقت معناها نالت. آخر كلمة محافل: شاركت مصر في العديد من المحافل الدولية. المحافل معناها مكان اجتماع. نقرأ الدرس مع بعض. كرة السرعة: بدأ نشاط ممارسة هذه الرياضة عام 1960 ميلادية بالأماكن الواسعة أو على الشواطئ، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح رياضة دولية باسم كرة السرعة. وكثير منا لا يعلم أنها اختراع مصري 100%. هيا بنا لنتعرف حكايتها. كان محمد حسين لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة عام 1960 ميلادية هو الأصل في تاريخ هذه الرياضة. وتتلخص هذه اللعبة في تثبيت كرة التنس بخيط متين، وينتهي الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة ومثبتة بعمود معدني ثابت على الأرض. كانت طريقة اللعب عن طريق ضرب كرة التنس بحيث تتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين وفقا لقواعد يتم اختيارها. وتتميز هذه اللعبة بإمكانية لعبها بشكل فردي أو زوجي رغم مكونات اللعبة البسيطة، فإن كرة التنس كانت قابلة للتلف كما أن المكونات المعدنية باهظة الثمن. ولذلك سعى محمد حسين لطفي إلى تطوير اختراعه من خلال إيجاد كرة خاصة من المطاط كي لا تتمزق بسرعة، وقد وجد كذلك طريقة لتثبيتها في الخيط وأصبح شكل الكرة بيضاوية، حتى حصل محمد حسين لطفي على براءة اختراع لكرة السرعة عام 1972 ميلادية ليثبت للعالم أنها اختراع مصري خالص. كان أول ملعب لكرة السرعة بمدينة بورسعيد باسم كرة الدائرة، ثم سرعان ما انتشرت ممارستها على الشواطئ حتى أطلق عليها كرة الشاطئ، ثم تغير اسمها للاسم المتعارف عليه حاليا وهو كرة السرعة. وقد لاقت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار في كثير من الدول، وأصبحت رياضة دولية تمارس بالعديد من المحافل الرياضية على مستوى العالم.
ننتقل إلى شرح الدرس معا. رياضة كرة السرعة بدأت ممارستها سنة 1960، كانت بتمارس في أي مكان واسع أو على الشواطئ. بعد كده اللعبة تطورت لحد ما بقت رياضة دولية معروفة في العالم كله باسم كرة السرعة. كثير منا ما يعرفش إنها اختراع مصري 100%. محدش كتير يعرف إن كرة السرعة ده اختراع مصري. يلا بينا علشان نعرف حكايتها. بتبدأ الحكاية عند محمد حسين لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة سنة 1960. هو الأصل في تاريخ هذه الرياضة، هو أساس هذه الرياضة. طيب إيه هي كرة السرعة؟ بيقول لي إن كرة السرعة دي بتتلخص في تثبيت كرة التنس. كرة التنس اللي انتوا عارفينها بتتثبت بخيط وينتهي الطرف الآخر بعقدة متينة ومثبتة بعمود معدني ثابت. يعني الكرة مربوطة بخيط من ناحية والناحية الثانية للخيط في عمود ثابت على الأرض. طريقة اللعب كانت بتلعب عن طريق ضرب كرة التنس، معك مضرب تنس وبتضرب الكرة بحيث تتأرجح وهي متدلية، الكرة بتروح يمين وشمال وفقا لقواعد يتم اختيارها. لها قواعد للعب، اي لعبة بتلعبها بيكون لها قواعد ازاي تحرز فيها نقاط او اهداف. اللعبة دي بتتميز انك ممكن تلعبها بشكل فردي، يعني لوحدك او زوجي اثنين، انت ناحية وصاحبك ناحية. رغم ان مكونات اللعبة بسيطة بس كرة التنس كانت قابلة للتلف. كرة التنس مع الضرب يمين وشمال كانت بتبوظ. كمان مكونات المعدنية، المعدن اللي انت بتثبته في الارض باهظ الثمن غالي. علشان كده محمد حسين لطفي سعى علشان يطور اختراعه من خلال ايجاد كرة خاصة من المطاط لكي لا تتمزق بسرعة. علشان كرة التنس ما نفعتش فهو فضل يفكر يفكر لحد ما اخترع كرة من المطاط علشان ما تتقطعش بسهولة، لا تتمزق بسرعة. ولقي طريقة ازاي انه يثبتها في خيط، وبعد كده اصبح شكل الكرة بيضاوي زي البيضة كده، يعني مش دائري، بيضاوي. ومحمد حسين لطفي حصل على براءة الاختراع لكرة السرعة عام 1972 علشان يثبت للعالم انها اختراع مصري خالص. اول ملعب لكرة السرعة كان في مدينة بورسعيد وكان اسمها كرة الدائرة. بعد كده سرعان ما انتشرت وبقت بتمارس على الشواطئ، الناس بتلعبها على الشاطئ، فبيجي اسمها بدل كرة الدائرة كرة الشاطئ، لحد ما تغير اسمها للاسم المتعارف عليه، الاسم المعروف حاليا، وهو كرة السرعة. وجذبت العديد من الناس من مختلف الأعمار في كثير من دول العالم، لحد ما بقت رياضة دولية بتمارس في منافسات رياضية على مستوى العالم. بعد شرح الدرس ننتقل إلى تدريبات الكتاب المدرسي. نشاط 2ب، بعد قراءتك النص أجب عن الأسئلة الآتية. 1. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف، كرة السرعة اختراع لبناني ولا مصري ولا فرنسي؟ مصري. ب. أطلق على كرة السرعة كرة التنس ولا كرة القدم ولا كرة الشاطئ؟ كرة الشاطئ. ج. تمارس كرة السرعة في الأماكن الضيقة ولا العالية ولا الواسعة؟ الواسعة. 2. استخرج من النص. ألف، مرادف تتحرك، كلمة معناها تتحرك موجودة في النص تتأرجح. ب. مفرد اختراعات، اختراع. ج. جمع دولة، دول. مضاد محلية، عالمية. 3. لما قام محمد حسين لطفي بتبديل كرة أخرى بكرة التنس؟ ليه غير كرة التنس واخترع كرة جديدة؟ لأن كرة التنس كانت قابلة للتلف والمكونات المعدنية باهظة الثمن. نشاط 2 جيم، رتب خطوات تطور كرة السرعة لتكون رياضة عالمية ثم عبر عنها. عندي صورتين هرتبهم من الأقدم للأحدث، إزاي تطورت كرة السرعة لحد ما بقت رياضة عالمية. الصورة الأولى
الرياضة بتمارس في صالة ألعاب، الصورة الثانية بتمارس على الشاطئ، فأكيد اللي بتمارس على الشاطئ دي رقم واحد. بدأت هذه الرياضة في الأماكن الواسعة وعلى الشواطئ، عبرنا عن الصورة، أكيد الصورة الثانية هي رقم اثنين هنعبر عنها، ثم أصبحت رياضة عالمية باسم كرة السرعة. نشاط اثنين دال، اقرأ وأكمل بما يلي: متينة، عقدة، تتأرجح، لاقت تثبيت. ذهب عمرو مع أصدقائه في رحلة تخييم بالغابة. شرح عمرو بعض المبادئ الأساسية لنصب الخيمة، وهي أن تكون عقدة الحبل مربوطة ربطة متينة حتى لا تتأرجح الخيمة وتسقط من شدة الرياح، كما يجب تثبيت الخيمة جيدا بالأرض. وبعد أن فرغوا من ذلك لاقت الخيمة استحسان مشرف الرحلة وشكرهم على مجهودهم. نشاط 3 ألف، اقرأ الأمثلة الآتية ثم أجب عما يلي. النشاط ده بيتكلم عن جمع المذكر السالم. ذكرنا في بداية الدرس ان احنا هنتناول جمع المؤنث السالم وجمع التكسير، بنزود عليهم كمان جمع المذكر السالم، يعني هنتناول انواع الجموع المختلفة. نشاط 3 ألف، اقرأ الأمثلة الآتية ثم أجب عما يلي: المهندسون ماهرون، العاملون قائمون بأعمالهم، إن الصادقين محبوبون، أمس المقاتلون مدافعين عن أوطانهم. واحد، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف، الكلمات الملونة اسم ولا فعل ولا حرف؟ الكلمات اللي باللون الأزرق اللي هي المهندسون، العاملون، الصادقين، المقاتلون، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ومن علامات الاسم الواضحة فيها اهي الألف واللام في بدايتها. ب، الكلمات الملونة كلها تدل على أكثر من اثنين ولا اثنتين؟ الكلمات الملونة دي بتدل لي على اثنين مذكر ولا اثنتين مؤنث؟ بتدل لي على أكثر من اثنين لأنهم كلهم مذكر، فهي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. جيم، الكلمات تدل على مذكر عاقل ولا مذكر غير عاقل ولا مؤنث؟ بتدل على مذكر عاقل يعني بيفهم بني آدم إنسان، ولا مذكر غير عاقل ولا مؤنث؟ مذكر عاقل. دال، جميع الكلمات تنتهي بواو ونون ولا ياء ونون ولا الأولى والثانية؟ يعني إيه الأولى والثانية؟ يعني واو ونون وياء ونون. لو بصينا في الكلمات هنلاقيها بتنتهي بالاثنين، الأولى والثانية. اثنين، أكمل: إذن كل اسم جمع مذكر عاقل ينتهي بإيه؟ واو ونون أو ياء ونون يسمى جمع مذكر سالم. أي اسم جمع مذكر عاقل يعني الإنسان آخر واو ونون أو ياء ونون بنسميه جمع مذكر سالم. نشاط 3 ب، حول كما في المثال ولاحظ ما يحدث من تغيير. عندي مثال الكاتب، جاب الجمع بتاعه الكاتبون والكاتبين. الكاتبون آخرها واو ونون والكاتبين آخرها ياء ونون، دول شكلين جمع المذكر السالم. واحد، الفلاح، عايز أجيب شكلين جمع المذكر تبقى الفلاحون أو الفلاحين. اثنين، الصانع، الصانعون، الصانعين. ثلاثة، عندي كلمة العاملون، ايه المفرد بتاعها؟ كان العامل. ايه الشكل الثاني من اشكال جمع المذكر؟ العاملين. نشاط 3 جيم، اجمع الجملتين الاتيتين كما في المثال: الصادق محبوب، هنحولها لجمع مذكر سالم، زودنا واو ونون، الصادقون محبوبون. واحد، السائح معجب بالآثار، السائح تبقى السائحون معجب معجبون، يبقى الجملة هتكون السائحون معجبون بالآثار. اثنين، المسافر عائد من السفر، تبقى المسافرون عائدون من السفر. نشاط 3 دال، حول الجملتين الآتيتين كما في المثال مستخدما اسمي الإشارة هذان وهؤلاء. الجملة عايز أحولها مرة مثنى ومرة
جمع مذكر سالم وأستخدم هذان وهؤلاء، أكيد هذان هستخدمها في المثنى وهؤلاء هستخدمها في جمع المذكر السالم. نشوف مع بعض المثال الموجود عندي، هذا صانع ماهر، حولناها مثنى، هذان صانعان ماهران، الجمع هؤلاء صانعون ماهرون. رقم واحد، هذا لاعب فائز، المثنى، هذان لاعبان فائزان، الجمع هؤلاء لاعبون فائزون. اثنين، هذا رسام موهوب، المثنى، هذان رسامان موهوبان، الجمع هؤلاء رسامون موهوبون. نشاط أربعة ألف، جمع المؤنث السالم، عبر عن الصورتين الآتيتين كما في المثال ثم أجب. الصورة الأولى فيها طبيبات فكتب تحتها طبيبات، الصورة الثانية فيها تلميذات هنكتب تحتها تلميذات، الصورة الثالثة معلمات هنكتب معلمات. واحد، ضع علامة صح أو خطأ من خلال الأمثلة السابقة. المثال اللي لسه حلينه من شوية، تلميذات ومعلمات وطبيبات. ألف، كل الكلمات السابقة أسماء، كلها أسماء ولا أفعال؟ لا أسماء، عبارة صحيحة. باء، كل الكلمات السابقة تدل على أكثر من اثنتين، بتدل على أكثر من اثنين، عبارة صحيحة. جيم، كل الكلمات السابقة تنتهي بألف وتاء، طبيبات ألف وتاء، تلميذات ألف وتاء، معلمات ألف وتاء، يبقى عبارة صحيحة، كلهم بينتهوا بألف وتاء. اثنين، أكمل، كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة حرفي الألف والتاء على آخره يسمى جمع مؤنث سالم. نكرر تاني، إن كل اسم عندك بدل على اثنين مؤنث وآخره ألف وتاء ده بنسميه جمع مؤنث سالم. نشاط أربعة باء، اجمع الجملتين الآتيتين كما في المثال، عايزين الجمع، الأم مربية، الجمع التاحة الأمهات مربيات، المهندسة ماهرة، عايزين نحولها للجمع هتبقى المهندسات ماهرات. اثنين، التلميذة نجيبة، التلميذات نجيبات، شلنا التاء المربوطة وزودنا ألف وتاء. نشاط أربعة جيم، ثني واجمع الجملتين الآتيتين مستخدما ضميري الغائب هما وهن كما في المثال. زي ما عملنا في جمع المذكر هنعمل في جمع المؤنث، بس هنا هنستخدم ضمير الغائب هما وهن. مثال عندي، هي أديبة بارعة، المثنى، هما أديبتان بارعتان، الجمع هن أديبات بارعات. رقم واحد، هي معلمة مخلصة، هتبقى هما معلمتان مخلصتان، الجمع هن معلمات مخلصات. اثنين، هي طالبة ناجحة، هتبقى هما طالبتان ناجحتان، الجمع هن طالبات ناجحات. نشاط أربعة دال، جمع التكسير، اقرأ الفقرة ولاحظ الكلمات الملونة ثم أجب. دخلت مكتبة فوجدت أرففا كثيرة عليها أشياء كثيرة ومختلفة، فهذا رف عليه أقلام ملونة وأخرى للخط والكتابة، وهذا رف ثان عليه دفاتر جميلة، وآخر عليه قصص ممتعة، فاشتريت بعض احتياجاتي وشكرت عمال المكتبة على نظامها الرائع. نركز مع بعض في الكلمات اللي باللون الأحمر، نشوف. رقم واحد، جميع الكلمات الملونة اسم ولا فعل ولا حرف؟ الكلمات الملونة بالأحمر دي أسماء ولا أفعال ولا أحرف؟ لا، أسماء، تمام. اثنين، جميع الكلمات الملونة تدل على مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ قصص، أقلام، عمال، ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ده جمع. ثلاثة، جميع الكلمات الملونة لها نهايات واحدة ولا نهايات مختلفة؟ كل الكلمات اللي عندي دي
نهايتها كلها زي بعض، يعني اخر كل كلمه زي بعض، يعني مثلا اخرها واو ونون او ياء ونون كل الكلمات، او اخرها الف وتاء كل الكلمات، ولا كل كلمه جمع ليها نهايه شكل؟ لا، كل كلمه ليها نهايه شكل، يبقى نهايات مختلفه، علشان كده هو اسمه جمع تكسير. اذا فجميع الكلمات السابقه هي جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير، ملهوش نهاية ثابتة ومحددة. نشاط أربعة، اجمع الكلمات الآتية جمع تكسير. واحد، حقيبة هتبقى حقائب، نافذة نوافذ، كتاب كتب، قلم أقلام. نشاط أربعة واو، استخدم اسم الإشارة المناسب هذه أو هؤلاء كما في المثال. عندي مثال محلول، هذه مقاعد جميلة، هؤلاء طلاب مهذبون. خلي بالك عندي هذه استخدمتها مع كلمة مقاعد، وكلمة مقاعد دي كلمة جمع، ازاي؟ طب ما هو الجمع بياخد هؤلاء. طيب نبص في الجملة الثانية، هؤلاء طلاب مهذبون، طلاب جمع، ليه اخترنا هؤلاء ما قلناش هذه طلاب؟ لان الجمع الغير عاقل مش بياخد هؤلاء، هؤلاء دي لجمع العاقل بس، جمع الإنسان بس، لكن الجمع الغير عاقل بياخد هذه. مثلا رقم واحد، جنود مخلصون، جنود عاقل ولا غير عاقل؟ يعني إنسان ولا جماد؟ لا، إنسان عاقل، يبقى هيبقى هؤلاء جنود. اثنين، رجال أشداء، هؤلاء رجال أشداء. ثلاثة، أوراق مبعثرة، الورق ده إنسان بني آدم عاقل ولا جماد؟ لا، جماد، يبقى هقول هذه أوراق مبعثرة، مش هقول هؤلاء أوراق. أربعة، أيد عاملة، الإيد العاملة، الإيد جماد ولا إنسان؟ هذه أيد عاملة. بيقول لي تذكر إن هذه بتستخدم للمفرد المؤنث والجمع الغير عاقل، وشرحنا يعني إيه غير عاقل. نشاط أربعة زاي، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، هن نساء مجتهدات، كلمة مجتهدات جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا تكسير؟ نشوف مع بعض، مجتهدات عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، بيدل على مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، آخر ألف وتاء؟ آخر ألف وتاء، يبقى جمع مؤنث سالم. نمرة اثنين، هؤلاء معلمون، معلمون جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم ولا تكسير؟ هنطبق نفس الكلام، عاقل ولا غير عاقل؟ آخر واو ونون بدل اللي على المذكر، يبقى جمع مذكر سالم. ثلاثة، هذه أجهزة حديثة، أجهزة جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا تكسير؟ جمع تكسير. نشاط خمسة، ألف، إذا كانت هناك فرصة لكي تخترع رياضة جديدة فاكتب اسمها وأدواتها وكيف سيتم لعبها وما قواعدها. لو انت هتخترع لعبة، تختار لعبة اسمها ايه وقواعدها وايه الادوات بتاعتها وهتلعبها ازاي؟ فكر كده وشوف ايه اللعبة اللي انت ممكن تخترعها. هنكتب على سبيل المثال مثلا اسم اللعبة الجري بالاثقال، قواعد اللعبة، اللعبة دي تتلعب ازاي؟ ان يحمل كل لاعب ثقل اثناء الجري، كل لاعب يشيل حاجة ثقيلة وهو بيجري. الادوات، ايه الادوات اللي هتستخدمها في اللعبة؟ أثقال وملابس رياضية. طريقة اللعب تتلعب ازاي؟ الجري حتى خط النهاية، بيبدأ من خط البداية ويجري بالأثقال لحد خط النهاية ويشوف مين اللي هيوصل أسرع، مين اللي هيقدر يوصل وكذا. نشاط خمسة بقى، تخيل نفسك مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة، اكتب من وجهة نظرك الأشياء التي سوف تقوم بها حتى تصبح الرياضة جزءا من حياة الناس اليومية. ايه اللي ممكن تعمله لو انت انسان مسؤول علشان الناس تهتم بالرياضة وتبقى حاجة من ضمن حياتهم اليومية؟ تسهيل الاشتراك في نوادي الشباب والرياضة، يبقى الموضوع سهل. عمل مسابقات لجميع الفئات العمرية، ما اختصش المسابقات بفئة معينة. تكريم المتفوقين في مختلف الرياضات المختلفة شهريا، كل شهر يكون في تكريم للمتفوقين في الرياضة. نشاط خمسة جيم، اكتب ما يملى عليك. فقرة الإملاء هي: مارس الإنسان منذ قديم الزمان رياضات مختلفة لأن العقل السليم في الجسم السليم.
بكده انتهينا من شرح الدرس. اتمنى يكون الشرح سهل وبسيط ويكون وفينا الدرس حقه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو عشان يوصل لزمايلك. لو عندك اي سؤال سيبولي في التعليقات. شكرا لكم.